بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وإخواتي طلاب الأول ثانوي العلمي والصناعي الله يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب اليوم رح تكون بدايتنا مع الدرس الثالث من الوحدة الأولى اللي هي بعنوان التمدد الحراري تمام؟ فبعد ما تعرفنا على الدرس الأول والدرس الثاني كان فيهم شوية مواضيع يعني شوي بتمخول وأمورها شوي صعبة اليوم درسنا راح يكون درس سهل وبسيط والكل راح يفهمه إن شاء الله من أول مرة وأمور تكون تمام مية بالمية تمام؟ طيب مثل ما بتعرف إنه المادة تمام؟ لما تتعرض للحرارة ففي شوية خصائص راح تتغير فيها تمام؟ مثل حرارة درجة حرارتها الضغط آه، انتشارها مثل ما أخذنا ببداية الوحدة على النظرية الجزيئات أو النظرية النموذج الحركة الجزيئية للمادة تمام؟ طيب هسا آه، كلكم بتعرفوا كلكم بتعرفوا أو طريقة معينة أو طريقة مباشرة أو غير مباشرة أنه لما أنا أجي أعرض الحرارة لما أجي أحط مادة معينة أمام الحرارة تمام؟ راح ينتقل مقدار هاي الطاقة الحرارية من مصدر الحرارة إلى الجسم الثاني طيب ومر عليك قبل هالمرة أنه بحياتك العملية أنه أي مادة إذا أعطيتها مثلا حرارة شو راح يصير فيها راح تتمدد وهذا إشي معروف بالنسبة لك مية بالمية وإنت مارسته قبل هالمرة طيب هسا لما أجي أعطي أنا حرارة لهاي المادة شو اللي بيصير بالضبط تتذكر معي لما كنا نحكي على نموذج الحركه الجزيئيه للماده قلنا انه الماده هي عباره عن كم حاله عباره عن ثلاث حالات هذا اخذناه بالدرس الاول صح حاله صلبه حاله سائله وحاله غازيه تمام هسه بجميعهم هاي المواد بجميع حالاتها هي عباره عن مكونات داخليه المكونات الداخليه هي عباره عن ذرات وجزيئات صح واللي هي بنحكي لها الجسيمات بشكل عام تمام طب شو الفرق بيناتهم على مستوى يعني هسه في عندك الماده هاي الماده مركبه من ذرات وجسيمات تمام طيب هسه اذا كانت صلبه كيف بتكون تركيبتها كجسيمات بتكون هاي الجسيمات هي عباره موجوده داخل الماده بس المسافات بيناتهم صغيره جدا صح هيك احنا بنعرف هيك تعلمنا طيب الماده السائله الجسيمات بيناتهم شو مالها المسافه متوسطه والمادة في الحالة الغازية الجسيمات المسافة بيناتهم بين كل جزيء وجزيء أو بين كل ذرة وذرة كبيرة جدا، تمام؟ طيب شو سبب إنه أو شو أثر وجود هاي الذرات أو الجسيمات إنه كانت المسافة بيناتهم قريبة جدا؟ كانت صغيرة جدا أو قريبة جدا، كانت قوة الترابط والتماسك بيناتهم كبيرة، تمام؟ فلما كان في عندي قوة ترابط كبيرة، تمام؟ فبالتالي المسافات صارت صغيره بيناتهم فشكل عندي ماده صلبه تمام بس لما كانت المسافات متوسطه بيناتهم فاكيد انه قوه الترابط هاي تبعتهم راح تكون هي عباره عن قوه متوسطه فبالتالي صار في عندي نوع من الحريه لحركه هاي الجسيمات فصارت عندي المسافات شو مالها متوسطه يعني انا هون بحكي على نفس المفهوم ولما كانت عندي المسافات كبيره جدا فبالتالي التماسك تبعهم راح يكون ضعيف او صغير اقل ما يمكن تمام طيب أسأل سواء كان في عندي ماده صلبه ولا سواء كان في عندي ماده سائله ولا كان في عندي ماده غازيه تمام هاي جميعها مواد لما اثر عليها بحراره راح تتمدد بس كيف راح تتمدد هسه اذا كان في عندي الماده عباره عن ماده صلبه لما اعطيها حراره تمام راح يصير في عندي تمدد بس هذا التمدد راح يكون شوي صغير تمام؟ بس لما يكون في عندي مادة سائلة راح يكون عندي التمدد متوسط ولما يكون عندي المادة هي عبارة عن مادة غازية راح يكون عندي التمدد راح يكون بشكل أكبر فمن هنا من أو من هذا الأساس راح نبلش درسنا لليوم ما تمام؟ طيب فالتمدد الحراري راح يكون زي ما حكينا حسب النظرية أو حسب النموذج راح يكون في عندي لثلاث مواد أو الثلاث حالات المادة في الحالة الصلبة، والمادة في الحالة السائلة، والمادة في الحالة الغازية، تمام؟ واضح؟ اوكي. طيب، أول إشي رح نتعرف عليه اليوم اللي هو التمدد الحراري الطولي، تمام؟ من اسمه يعني التمدد رح يكون على شكل طول. فتعريفه هو عبارة عن زيادة في طول السلك أو المادة الفلزية، تمام؟ رح يصير في عندي زيادة في الطول متى لما اجي ارفع درجه الحراره تمام هسه لاحظ عندي هون ميزان الحراره اللي بيتم استخدامه هذا ميزان الحراره داخله في ماده الزئبق فماده الزئبق هيقوم قسم هاي ومقسم لتدريجات هاي التدريجات متساويه فلما ياخذ الحراره لما ياخذ الحراره على ميزان الحراره يعني ارفع درجه الحراره راح يصير في عندي تمدد لماده الزئبق تمام مقدار هذا التمدد لمادة الزئبق الموجودة داخل الميزان تتناسب مع كمية التغير في درجة الحرارة يعني أعطيت حرارة أعلى لهذا الميزان راح يتمدد الزئبق أكثر تمام؟ إذا حطيت الزئبق مثلا في غرفة ودرجة حرارة الغرفة راح يعطيني مثلا لو كان درجة حرارة الغرفة 24 راح يكون الزئبق متمدد لغاية ما يصل عند 24 درجة جيت أنا أعطيت حرارة أعلى للزئبق تمام؟ شو راح يصير فيه؟ راح يتمدد بما انه يتمدد راح يطول بما انه طول مادة الزئبق معناته بعرف انه او هو مؤشر لزيادة درجة الحرارة تمام؟ هذا واحد من الامثلة المثال الثاني الموجود عندك في الكتاب بحكي لك انه في عندي هاي السكة الحديدية هاي السكة شو مالها؟ تم تصميمها ووضعها وامورها كانت مية بالمية بعد هيك لما تعرضت للحرارة تمام؟ بعد فترات زمنيه طويله، لاحظوا انه في عندي تعرجات صارت عندي في السكه الحديديه، كيف صارت هاي التعرجات؟ لانه صار في عندي زياده في درجه الحراره، لما يصير في عندي زياده في درجه الحراره اللي تاثر فيها على السكه الحديديه، شو راح يصير بالسكه؟ راح تطول، تمام؟ طيب، بعد هيك انخفضت درجه الحراره، شو راح يصير في في السكه؟ راح تتقلص، طيب، تمددت تقلصت، تمددت تقلصت، مع الاستخدام تبعها صار في عندي انحرافات وتعرج في في السكة الحديدية اللي بتستخدم لنقل القطارات تمام؟ طيب هسة لاحظ معي انه لما يكون في عندك جميع المواد هاي الجميع هاي المواد بتتأثر في درجة الحرارة لما تتأثر في درجة الحرارة لما اجي انا مثلا خلينا نحكي من التطبيقات الحياتية او التطبيقات الهندسية اللي بتصير انه انا باجي بصمم أي اختراع أو أي مشروع أو أي تنفيذ لمشروع معين لازم أكون حاط بحسبتي أو حاط في بالي أنه أنا هون رح يتعرض هاي المادة للحرارة تمام؟ فلما تتعرض للحرارة بشكل أكبر من الطبيعي إجباري رح تتمدد تمام؟ طب وإذا صار في عندي تساقط للثلوج بالتالي رح تنخفض درجة الحرارة لما تنخفض درجة الحرارة شو رح يصير في المادة؟ رح تتقلص مية بالمية طيب أنا لما أجي أصنع أو أجي آآ خلينا نقول أصمم نموذج معين أو مشروع معين إذا ما حطيت في بالي أنه هذا هاي التصميم أو هذا المشروع أو هذا الاختراع راح يتعرض للحرارة بالتالي راح يتمدد أو يتقلص لما تبرد راح المشروع عندي يفشل من البداية تمام لأنه ما في شيء بيتم اختراعه أو تصميمه تمام إلا أنه هذا الإشي بتعرض للحرارة بجميع درجاتها الطبيعية الموجودة في الوضع الطبيعي يعني تخيل معي من أحد أهم التطبيقات الموجودة حاليا اللي أنت بتقدر تشوفها اللي هو نقول تصميم وإنشاء الجسور الطرق تمام هسا هاي الجسور فيها كمية حديد كبيرة تمام إذا أنا ما حطيت في بالي إنه الحديد راح يتمدد وعملت التصميم تبعي على انه هاي الحديد رح يضل طوله ثابت ما رح يتغير تمام؟ عند التصميم هذا الحكي وعند التنفيذ بالتالي اول يوم رح يجي عندي يصير في عندي ارتفاع لدرجات الحراره اكثر من الطبيعي شو رح يصير بهذا الجسر؟ رح يتكسر، ليش رح يتكسر؟ لانه الحديد رح يطول اكثر من اللازم، اذا ما كان ماخذ حريته وماخذ المساحه اللي بتهيئه انه يتحرك لو تمدد الحديد او تقلص الحديد فبالتالي عند اول مشكله راح يصير في عندي تكسر لهذا الجسر، لما تمشي على الطريق راح تلاقي انه مثلا هذا الجسر في عند جزء منه او بدايته او نهايته راح تلاقي في فاصل حديد او فاصل الحديد هذا بسمح انه عند هاي النقطه انه لو شو ما تمدد هذا الجسر شو ما اخذ طول زيادة بالتالي ما راح يصير في تكسر راح تلاحظ عند بدايه الجسر وعند نهايه الجسر في عندك فاصل حديدي هذا الفاصل الحديدي بسمح للنقطه المعينه او المسافه المعينه من هذا الجسر انه يطول او يقصر براحته ضمن حدود معينه بحيث انه لو تعرض للحراره ما راح يتكسر او تقلص برضه ما راح يفصل عن بعض تمام فهذا النوع من الحسابات اللي بدخل معي عند التصميم للمشاريع الهندسيه اذا دخلته بالحسبه معي بالتالي انا ما راح اتعرض لمشاكل مستقبليه طب كيف هذا الحكي بيصير تخيل معي طبعا هاي الحسابات اللي بتصير بتصير بناء على قانون معين كيف استنتجوه استنتجوه من الاتي جابوا مثلا في عندك خلينا نقول سلك حديد هذا السلك الحديد هو عبارة عن 4 متر طوله 4 متر وفي عندي سلك حديد طوله متر عرضوهم اثنين لنفس درجة الحرارة راح تلاحظ انه الطول او التمدد في طول السلك لل 4 متر راح يكون اجباري اكثر من التمدد اللي بيصير عند سلك طوله 1 متر يعني بشبك وبقول انه بناء على هذا المعطى انه كل ما زاد كل ما زاد طول السلك كل ما زاد قيمة التمدد الحاصلة عند رفع درجة الحرارة تمام؟ طيب ومية بالمية أنه نفس المثال أنه لما يكون في عندي سلك نحاس أربعة متر وعندي سلك حديد أربعة متر راح ألاحظ أنه لما أعرضهم لدرجة حرارة واحدة اثنين راح ألاحظ أنه مادة النحاس تمددت بشكل أكبر من مادة الحديد هذا الاشي بيقودني لاستنتاج انه كل مادة في الها معامل تمدد خاص فيها تمام؟ طيب الشغلة الثالثة عندي لما اجي اعرض مادة واحدة مثلا خلينا نقول النحاس لدرجة حرارة 50 سلسيوس ولما اعرضها لدرجة حرارة 35 سلسيوس بلاحظ عند هاي النقطة او عند هاي الملاحظة انه التمدد اللي صار عندي لما كانت درجة الحرارة عبارة عن 50 سلسيوس اكبر من التمدد اللي صار عندي عند درجة حرارة 35 سلسيوس وهذا اشي طبيعي كل ما زدنا الحرارة كل ما زاد مقدار التمدد للسلك طيب هاي كل هالشغلات جمعوها مع بعض تمام وحطوها في قانون واحد هذا القانون اللي هو قانون التغير في الطول او التغير في او خلينا نحكي اللي هو التمدد اللي بصير عندي. فعندك فالت... القانون بيحكي لك إنه دلتا إل بتساوي ألفا ب آي في دلتا تي. شو يعني هاي الرموز؟ دلتا إل اللي هو التغير في الطول. تمام؟ شو راح يكون عنده وحدته؟ متر. صح؟ لأنه بحكي عن طول. طيب. الاي طبعا لما احكي عن تغير في الطول شو يعني التغير في الطول يعني كان طوله كذا واصبح طوله كذا يعني صار في عندي تغير طيب اي دلتا هي عباره عن ال final ناقص ال شو يعني هذا الحكي يعني الطول النهائي ناقص الطول الابتدائي تمام ف فرق فرق هذول الكميتين هو عباره عن التغير في الطول واضح الاي اللي هي هي عرفناها هون هو الطول الابتدائي اوكي وفي عندك دلتا تي على نفس القصه دلتا تي شو يعني يعني التغير في التي شو هو التي التي هو عباره عن درجه الحراره جبار تكون عارف اذا يعني مش عارف مصيبه فالتغير في درجه الحراره يعني درجه الحراره كانت عندي اصبح كانت شيء واصبحت شيء فبقول انه درجه الحراره النهائيه ناقص درجه الحراره الابتدائيه اللي بلشت عندها هاي التجربه فالتغير في درجه الحراره هو عباره عن الدلتا تي بضل عندي الفا الفا هاي اللي هي عباره عن معامل التمدد الطولي للماده شو يعني معامل التمدد الطولي للمادة؟ يعني كل مادة إلها معامل معين النحاس إله معامل الحديد إله معامل الزجاج إله معامل الألمنيوم إله معامل تمام مش كلهم بطولوا بنفس المقدار لا الحديد بتمدد بس تمدد النحاس لما عرضه عن نفس الحراره بيكون اكبر فعشان هيك ما بنفع انا اسوي قانون للتغير في الطول من دون ما ادخل معامل هاي الماده فلما يدخل معي بصير عندي الفا بالآي في دلتا تي طيب شو العوامل اللي بيعتمد عليها التمدد اول شيء نوع الماده اللي هو دخل معي بالقانون على شكل الفا طول الماده الطول الابتدائي على شكل الاي والتغير في درجه الحراره على شكل دلتا تي يعني كانت الحراره كذا واصبحت كذا بناء على هذا الفرق اللي صار صار في عندي تغير في الطول هاي الماده طيب عشان نحكي فيزياء ونحكي احنا جماعه شاطرين بالفيزياء فدائما في عندي وحدات هاي وحدتها متر هاي في الاي وحدتها متر والدلتا تي وحدتها سيليسيوس او كلفن تمام مية بالمية كيف بدي احسب او اطلع وحدة الالفا تمام بقول في عندي دلتا ال يساوي الفا في ال اي على ضرب دلتا تي اي شيء بدي اطلع وحدته بدي اخليه موضع القانون كيف يعني موضع القانون يعني بدي اخليه لحاله كيف بدي اخلي ألفة لحالها بقسم على كل شيء معها، شو معها؟ ال i ومعها دلتا t. وزي ما قسمت هون شو بدي اسوي؟ بدي اقسم قبل اليساوي ال i ودلتا t. واضح؟ بختصر هاي مع هاي، هاي مع هاي. شو صفت ألفا لحالها؟ شو يعني صفت ألفا لحالها؟ يعني هي صارت ألفا هي موضع القانون. شو بتساوي؟ التغير في الطول على الـ i في دلتا تي تمام هيك من ناحيه قانون طيب من ناحيه وحدات شو بدي اقول وحده الفا هي عباره عن وحده دلتا ال تقسيم وحده ال تقسيم وحده دلتا تي طيب شو هي وحده دلتا ال متر ووحده ال هي متر ووحدة دلتا تي اللي هي عبارة عن السليسيوس أو الكلفن طيب متر مع متر شو بدي يصير بدي يروح يعني صفت عندك وحدة ألفا هي عبارة عن واحد على سليسيوس صح؟ أو بقدر أكتبها أرفع السليسيوس على البسط هي رفعته على البسط بس شو بحط فوقه فوقها سالب واحد اللي هي الانفرس تمام؟ إذا وحدة ألفا هي عبارة عن إيش؟ سيلسيوس قوة سالب واحد هون الدرجة وهون السالب واحد هاي هي وحدة الألفا تمام واضح طيب هذا الجدول اللي موجود عندك في الكتاب رقم ثلاث بحكي لك إنه هذا هو عبارة عن معامل التمدد الطولي لمواد مختلفة عند درجة الحرارة الغرفة يعني عند درجة الحرارة الطبيعية اللي مقدارها 20 سليسيوس حط لك الالمنيوم النحاس الخرسانه الخرسانه شو هي الخرسانه اللي هي الماده اللي بتم تصميم او تشكيل الجسور او الابنيه من خلالها يعني هي بين قوسين اللي هي عباره عن البطون اللي بتم استخدامه الفولاذ اللي هو الحديد والزجاج العادي والزجاج البايركس تمام بنلاحظ انه المواد الفلزيه دائما لها معامل تمدد اعلى من المواد الغير الفلزيه تمام فشو اللي بيصير عندك هون طبعا الخرسانه لانه مكوناتها مكونات الخرس... الخرسانيه عباره عن مواد فلزيه هذا هو اللي كنت احكي لك عنه اللي هو موجود في الجسور عباره عن فاصل هذا الفاصل شايف كيف مشبك مع بعض في حال تعرض درجة الحراره شو راح يصير بالخرسانه وبالحديد الموجود جوا الخرسانه راح يتمدد بما انه راح يتمدد معناته هاي الغلقات شو راح يصير فيها؟ راح تبعد عن بعضها بس تبعد عن بعضها بمقدار يضمن انه الجسر ما يقع، صح؟ طيب وفي حال برد مقدار درجة الحرارة وبردت عندي درجة حرارة الجو، شو راح يصير فيه؟ راح يتقلص، بما انه راح يتقلص شو راح يصير فيه؟ برضه راح يصير في عندي الحديد اللي هون بقل فبالتالي او الكمية المادة الموجودة هون بتقل راح تبعد للجهة هاي وهاي راح تقل وتبعد للجهة هاي تمام في حال المواد اللي هون اعطيتها درجة حرارة راح تتمدد بالتالي وين راح يروح هذا الحديد مع الخرسانة اللي بتيجي راح تروح لهاي الجهة والمواد اللي موجودة هون راح تروح لهاي الجهة هاي تطول وهاي اللي هناك بتطول فبالتالي لما اعطيهم مساحة هاي المساحة الموجودة هون راح يتوسعوا وراح يتقلصوا بشكل يضمن عدم تكسر هذا الجسر وبرضه بنفس الشيء لما يصير في عندي نوع من الابنيه الكبيره اللي, اللي بتحتوي على كميات كبيره من المواد الفيزيه بيكونوا حاطين بين كل منطقه ومنطقه عازل او فاصل تمام هذا الفاصل اذا اخذ درجه حراره هاي المواد سواء من الجهه هاي او من الجهه هاي راح يتمدد وبالتالي راح يضغطوا على بعض بس يضغطوا بعض بطريقه تضمن انه ما يصير في عندي تكسير تمام فهاي الحسبه اللي صارت بناء على القانون اللي اخذناه قبل شوي راح تضمن لي انه الشغل يكون تمام 100% من دون ما يصير في عندي نوع من خلينا نحكي من الحوادث الانشائيه اللي ممكن تصير بناء على تغير درجات الحراره كلياته بيكون داخل ضمن حسبه معينه وبعرف انا قديش بدي اعطي مساحه او قديش بدي اعطي فاصل هذا الفاصل اللي هو بيضمن لي عدم العطل او الضرر راح يصير بناء على تغير في درجات الحراره واضح طيب فاول مثال موجود معانا في رقم 11 صفحه 59 شو بيحكي لك يبلغ طول احد قضبان سكه الحديد 30 متر هذا الطبيعي طوله يعني هاي عباره عن ايش ال اي كم مقدارها 30 متر عند درجة حرارة صفر سيليسيوس عند تي آي عبارة عن صفر سيليسيوس إذا علمت أن القضيب مصنوع من مادة الفولاذ من مادة الفولاذ لما خش لك على نوع المادة يعني بدي يقصد لك أنه هاي عبارة عن ألفا ألفا موجودة في الجدول وين الجدول هيو الفولاذ والحديد كم مقداره 11 ضرب 10 قوة ناقص 6 باجي بقول 11 ضرب 10 قوة ناقص 6 وشو وحدتها؟ سيليسيوس تمام؟ مقلوبة طيب بالاستعانة بالبيانات الواردة في الجدول اردو احنا رجعنا لها فاحسب مقدار ما طول القضيب الفولاذي عندما تصبح درجة حرارته 50 سيليسيوس يعني تي فاينل شو بدي اياك تحسب ركز بدي اياك تحسب طول الطول النهائي بعد ما يتعرض لدرجة الحرارة تمام؟ هاي T final كم بتساوي؟ بتساوي 50 سيليسيوس شو بده منك؟ بده منك تحسب ال final اوكي؟ بدك تحسب ال final طيب القانون تبعي شو بحكي لي؟ بحكي لي انه التغير في الطول هو عبارة عن الفا في الطول الابتدائي الاي تمام في دلتا تي <تصفيق> <تصفيق> تمام هو ما بده تحسب له التغير في الطول هو بده اياك تحسب ايش الفاينل طيب الفاينل كيف اطلعها من هون بقول الفاينل ناقص الانيشال صح تساوي الفا بال في تي فاينل ناقص تي انيشال طيب هو شو بده؟ بده الفاينل هي الفاينل لحالها، هاي شو بدي اسوي فيها؟ بدي انقلها هناك، اشارتها سالبه، لما انقلها لهناك شو بتصير؟ موجبه، بصير موجب ال i صح؟ وهنا شو بسوي؟ بحط الاشي اللي ظل عندي ال i في t final ناقص t initial واضح؟ طيب الفاينل شو بتصير؟ شو بتساوي؟ الانيشال، الانيشال كم مقداره؟ الاي مقداره 30 متر، هي 30 متر زائد عندك بعد هيك الفا، الفا كم مقدارها؟ 11 ضرب 10 قوة ناقص 6 تمام؟ مضروبة بالاي اللي هي مقدارها كمان 30 متر واضح؟ في الدلتا تي، شو هي دلتا تي؟ اللي هي تي فاينل كم مقدارها؟ 50 ناقص صفر تي اي اوكي؟ طيب. هاي بحط هون 30 زي ما هي زائد هسه بدي اضرب هون في عندي زائد وبعد هيك في عندي كليات وضرب هاي عباره 50 ناقص صفر كم مقدارها 50 تمام طيب 30 ضرب 11 بعدين بتضرب ضرب 50 كم بيطلع معك الجواب على الآلة حاسبة هي ثلاثين ضرب إحداش ضرب خمسين بيطلع كلياته عبارة عن ستاش وخمسمية دقيقة شوي عشان لك حركة هون شو هي الحركة؟ هي. عندك قلنا ستاش 1500 ضرب 10 قوه ناقص 6 تمام طيب بس كيف بدي اتعامل مع هذا الرقم هون عندك 30 هون في عندك 16500 ضرب اس تمام ما بنفع اتعامل معهم الا بطريقه واحده الا انه اشيل ال10 قوه أس. كيف بدي اشيلها في عندك هون كم خانه 1 2 3 4 5 تمام أنا بدي إياهم أكثر من هاي بواحد يعني كم بدي خاني هون؟ بدي سبعة طيب كيف شو أسوي؟ بحط هاي صفر وهي صفر لما حطيت صفرين هون قبل الرقم تغير إشي بقراءته كان هو عبارة عن 16500 ولما حطيت صفرين صفى 16500 الصفرين اللي الصفرين الشمال ما لهم أي قيمة تمام؟ طيب الفاصلة تبعته كانت هون الفاصلة العشرية بعد الصفر صح؟ طيب بدي احركها كم خانه للشمال لانه سالب بدي احركها كم خانه احركها ست خانات هاي خانه خانتين ثلاث أربعة خمسة ستة معناته الفاصلة وين صفت؟ صفت هون يعني صفى عندك ال هو عبارة عن ثلاثين زائد صفر فاصلة صفر واحد ستة خمسة الصفار اللي بعد هيك ما إلها داعي تمام؟ طيب اجمع الثلاثين زائد الرقم هذا شو بصير عندك؟ بصير عندك ثلاثين تمام اللي قبل الفاصلة هون هي ف... هاي هون فاصلته اللي قبل الفاصلة بجمعه مع بعض واللي بعد الفاصلة بجمعه مع بعض صفر زائد ثلاثين هي ثلاثين وبحط الفاصلة هون في عندك ما في أي رقم بعد الفاصلة هون عندك صفر واحد ستة خمسة بنزلهم زي ما هم صفر واحد ستة خمسة تمام؟ والوحدة شو؟ متر إذا هذا هو طول قضيب الحديد تمام ال فاينل، انسالي هاي ال بعد ما تعرض ل او تغير صار عندي بدرجة الحرارة، إذاً كم طوله؟ عبارة عن 30 متر فاصلة 0165 من المتر، تمام؟ واضح؟ طيب التغير في الطول هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن زيادة، لأنه كان 30 أصبح 30 وإشي معناته صار في عندي زياده كيف بدي احسب التغير في الطول بقول دلتا L هي عباره عن ال فاينل ناقص ال انيشال كان عندي 30 ال فاينل هو عباره عن 30.0165 وكان ال انيشال هو عباره عن 30 ف30 ناقص 30. فاصلك رقم ناقص 30 راح يصفى عندك صفر فاصلة صفر واحد ستة خمسة من المتر تمام؟ إذا هذا هو التغير اللي صار عندي زيادة مقدارها بوينت زيرو واحد ستة خمسة الزيادة مقدارها كمية قليلة وهذا الاشي الحمد لله انه بصير انه لما يتغير عندي درجة الحرارة الطول ما بتغير بكمية كثير كبيرة او تأثير الحرارة على التمدد مش كثير كبير كمية بسيطة مع ذلك فهو مهم اني ادخله بحسبتي عند التصميم او عند ايجاد اي مشروع له دخل في الزات بشكل عام تمام طيب عشان يكون الرقم مفهوم بالنسبة لك اكثر شو بتسوي بتحرك الفاصلة خانة خانتين تمام لما حركوا خانة خانتين شو بصير عندك بصير عندك بوينت او واحد فاصلة بصير الرقم دقيقة شوي بصير الرقم عندي عبارة عن كم؟ بصير الرقم عبارة عندي عن واحد فاصلة ستة خمسة ضرب عشرة قوة ناقص اثنين من المتر طب عشرة قوة ناقص اثنين شو هو؟ هو عبارة عن سنتي يعني واحد فاصلة ستة خمسة سنتي متر اذا التغير هذا هو الدلتا ال التغير اللي صار عندي عند هذا القضيب الحديد عباره عن 1.65 من السنتيمتر يعني لما كان في عندي حديد قضيب حديد طوله 30 متر لما عرضته لدرجه حراره مقدارها 50 سيليسيوس زاد عندي 1.65 سم يعني اقل من 2 سم تمام طيب الفرع الثاني شو بيحكي لك اياك تحسب النقصان في الطول النقصان في الطول هون شو طلب منك الفرع الاول تحسب طول القضيب الفولاذي النهائي الطول النهائي تمام الطول النهائي طلب منك تمام هون بدو النقصان في الطول يعني شو بدو منك دلتا ال تمام بده اياك تحسب دلتا ال يعني كان طوله 30 متر لما يقول لك نقصان في الطول يعني بعد ما عرضه لدرجة الحرارة هاي شو راح يصير فيه؟ راح يكون أقل من 30 متر واضح؟ طيب فالفرع با شو طلب منك؟ النقصان في الطول يعني دلتا ال دلتا ال شو بتساوي دلتا ال؟ نفس الاشي بتساوي الفا ال اي في دلتا تي تمام؟ شو اللي تغير عندك هون؟ دلتا ال ألف نفسها 11 ضرب 10 قوة ناقص 6 وعندك ال اي هي عبارة عن طول الابتدائي اللي هو 30 متر والدلتا تي تي نهائية كم مقدارها؟ 50 سالب 50 وبعد هيك الابتدائي هو عبارة عن صفر يعني هاي كلياتها عبارة عن كم؟ عبارة عن سالب 50 طيب سالب 50 ضرب 30 ضرب 11.6 هاي حسبناها هون طلعت هي عبارة عن كم؟ عبارة عن بوينت واحد واحد ستة خمسة كم مقدارها؟ بوينت واحد ستة خمسة بس شو؟ سالب تمام؟ لأنه السالب جاي من خمسين وسالب سالب خمسين يعني التغير في الطول صار في عندي نقصان السالب معناتها نقصان أو تقلص تقلص في الطول تمام إذا صار في عندي نقصان أو تقلص في الطول كم مقداره؟ 0.0165 متر أو شو بيساوي؟ بيساوي 1.65 سنتيمتر السالب شو بتعني؟ إنه يعني صار في عندي نقصان صار في عندي تقلص لهذا القضيب الحديدي لما عرضته لدرجه حراره سالب 50 سيليسيوس واضح فهذا المقدار اللي بيصير عندي اللي بتغير نتيجة التغير في درجة الحرارة تمام؟ نتيجة التغير في درجة الحرارة لازم أعمل أو أخذه بالحسبان عن تصميم أي تطبيق عملي في الحياة العملية تمام؟ فتخيل معي انك انت ما دخلته معك تخيل معي انه في عندي خلينا نحكي ماتور تمام هذا المتور مكون من مواد فلزيه تمام فالماتور اصلا اصلا بالوضع الطبيعي بدون ما يتغير درجه حراره الجو فهو بيكون السيارة مثلا ماتور السياره وهي طافيه درجه حرارتها حراره الجو صح لما تيجي تشغل السياره وتطلع فبالتالي شو راح يصير في عندك راح يصير في عندك ارتفاع في درجه حراره المتور صح والموتور مكون من مواد فلزية طيب لما صمموه لما صمموا هذا الموتور عرفوا انه الموتور راح يصل لدرجة حرارة كبيرة تمام فبالتالي راح يتمدد جميع مكونات الموجودة جوا الماتور من السلندر من المراوح من المسننات الى اخره تمام تخيل معي انهم ما كانوا حاسبين انه راح يصير في عندي تمدد لهاي المكونات شو بصير عندك راح يتمدد بس ما في إلها مساحه تتمدد فيه مصممينه على الجد صح فاذا صمموه على الجد وما حطوا مجال انه او ما حسبوا حسبه التمدد شو راح يصير فيه راح يصير الحديد اللي كله ياته جوه الموجود جوا الماتور راح يدخل في بعض وراح يطبش بعض صح فهم حاطين له مساحه هاي المساحه او هاي المجال انه يتمدد فيه بدون ما ياثر على اي قطعه جنبه فلو ما حطوا هاي الحسبة ببالهم في التالي أول تشغيلة السيارة شو راح يصير في الماتور؟ راح يطبش عندك المواسير مواسير الحديد فيها كمية معينة من السوائل صح؟ إذا حطوها جوا المبنى أو جوا أو حطوا المواسير هاي جوا الحيط وهم مش عارفين إنه راح المسورة هاي نفسها تتقلص أو تتمدد أو تتقلص فبالتالي راح شو يصير في عندك لما تتمدد راح تصير تضرب على المساحة الموجودة حواليها بالتالي راح تصير تشقق وراح تصير تكسر أي شيء حواليها لأنها تمددت طيب لما تتقلص برضو كمان نفس الإشي المي الموجودة جوا المواسير لما يكون في عندك أيام الثلج وأيام الصقيع وأيام الانجماد إذا ما كان محسوب لها حسبة إنها تكون موجودة جوا المسورة بالكمية المعينة فبالتالي لما يتمدد الماء جواتها أو يتقلص راح يصير في عندي تكسر لنفس المسورة فعشان هيك المعامل التمدد راح يكون داخل معك في كل التطبيقات الحياتية لأنه هي مش موجودة في مجال أو بظروف درجة حرارة ثابتة لا هي ممكن تبرد ممكن تسخن فبالتالي راح تتمدد أو تتقلص واضح؟ تمام؟ طيب في عنا تمرين موجود في صفحة 59 هو عبارة عن مسطرة تمام طولها كم؟ 30 سنتيمتر يعني ال هي عبارة عن 30 سنتيمتر تمام؟ طبعا يا اخوان آه، قبل ما نبلش حل اي سؤال حاول وقف الفيديو واقدر تحاول تحل فيه لحالك تمام؟ فانت اذا قدرت تحله لحالك ممتاز مية. بس اذا ما قدرت تحله لحالك تعرف وين الخلل عند اي نقطه علقت تمام ولما تشغل الفيديو بتشوف وين خللك وين تعليقتك واضح تمام مش كل شيء بس اللهم اتفرج مش مسلسل هو هو بدك انت تحاول انك تعرف وين خلل تبعك في الحسبه تطبيق القانون في وضع الوحده كيف تحرك الفاصله كيف تطلع الجواب نتيجته النهائيه فعشان هيك يعني بدنا نستغل هاي الفرصة لأنه هاي والله أعظم فرصة ممكن إنه إحنا نستغلها إنه أنا أقدر أعرف وين الخلل وين المشاكل عندي اللي ممكن تواجهني السنة الجاي فيش مجال إنك أنت تكتشف أخطائك إذا اكتشفتها السنة هاي والفصل هاد وحليتها بيكون مليون نعمة إنك تفوت قوي دائما عند المهام الصعبة مثل مهمة التوجيه ما في أصعب من هيك مهمة أتوقع تمام طيب آه، هاي طولها 30 سنتيمتر تكون اكثر دقة عند استخدامها عند درجة حرارة 20 سلسيوس يعني تي اي هي عبارة عن 20 سلسيوس تمام بقول لك هاي مسطرة مصنوعة من ايش من الفولاذ يعني الفا شو بتساوي تساوي 11 ضرب 10 قوة ناقص 6 شو وحدتها سلسيوس ناقص 1 تمام مقلوب السلسيوس فهاي مصنوعة من الحديد طولها 30 سم طيب إذا عرضتها للحرارة شو رح يصير فيها؟ رح يصير فيها تتمدد صح؟ إذا عرضتها لحرارة عالية رح تتمدد وإذا عرضتها لحرارة واطية رح تتقلص فهو بيقول لك أنه أحسن استخدام إلها لهاي المسطرة الحديد لما تكون درجة حرارة 20 سلسيوس ليش؟ لما تكون عند 20 درجة سلسيوس معناته هاي المسطرة لا تمددت ولا تقلصت طولها فعليا 30 سنتيمتر بس إذا أعطيتها درجة حرارة أعلى رح تتمدد فبالتالي ال 30 سنتي شو رح يصير فيهم؟ رح يصيروا أكبر من الطبيعي وإذا أعطيتها درجة حرارة صفر أو أقل تمام؟ بردتها رح تتقلص فبالتالي ال 30 سنتي رح تكون أقل من الطبيعي تمام؟ احسب مقدار طول المسطرة عند استخدامها عند درجة حرارة 35 سلسيوس يعني اكثر من الطبيعي تي فاينل صح بالتالي المسطره شو راح يصير فيها راح تتمدد مليون بالميه قبل ما ابلش حل صح طيب هو شو بده اياك تحسب بده تحسب طول المسطره النهائي يعني ال فاينل هذا هو المطلوب طيب كيف بدك تحل اول شيء بتسمي بالله وبتقول له انه التغير في الطول هو عباره عن ايش عباره عن الفا في الاي في الدلتا تي واضح طيب طريقه حل ثانيه غير الاولى ضلنا نحل على الدلتا ال هاي الدلتا ال الفا شو بتساوي 11 ضرب 10 قوه ناقص 6 والاي هي عباره عن 30 ضرب 10 قوه ناقص 2 حطينا ناقص 2 هي سنتيمتر اللي هي بتساوي 30 ضرب 10 قوة ناقص 2 من المتر تمام؟ هسا بتقدر تستخدم انت سنتي لأنه بالنهاية بتحطلحها بالسنتي أو بتحول دائما بالمتر أضمن لك، فالدلتا تي هي عبارة عن 35 اللي هي تي فاينل ناقص التي انيشال اللي هي درجة الحرارة الابتدائية مقدارها كم؟ 20 هذا كم بعطيك؟ بعطيك 15 تمام؟ 11 ضرب 30 كم بده 11 ضرب 30 واضربها ب 15 دايركت هي 11 ضرب 30 ضرب 15 بيعطيني 4950 ضرب 10 قوة ناقص 6 وعندك ناقص 8 شو بصير عند ناقص 2؟ بصير عندك ناقص 8 تمام؟ طيب التغير في الطول في وحدة المتر تمام؟ واضح؟ أوكي هذا في المتر بدي أحوله للسنتي شو بسوي؟ أول إشي خانة خانتين ثلاث أربعة هون عندي ثمانية هون دخلني من كم؟ للتسعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي تسعة اوكي هاي الفاصلة وين موجودة موجودة هون بدي احركها كم خانة ثمان خانات لليسار واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية معناته الجواب شو بصير عندك بصير عندك الجواب هو عبارة عن صفر بوينت صفر،, صفر 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 اربعة تسعة خمسة ضرب آه، من المتر هاي هي ايش؟ دلتا ال تمام هذا في المتر بدي احولها للسنتي شو بدي اسوي؟ بقول هي عباره بجيب هي واحد اثنين بس خانتين بقول 0.00495 من السنتيمتر متر اوكي؟ طيب اوكي ولا مش اوكي؟ <applause> طيب هاي هي شو هي الدلتا ال هاي الدلتا ال انا بدي اياني احسب ايش ال ال فاينل هاي ال فاينل ناقص ال initial شو بيساوي بيساوي 0.00495 تمام بده ال فاينل معناته شو بدي انقل انقل ال initial اشارتها سالبه شو راح تصير عندي؟ راح تصير موجبه معناته الفاينل شو بتساوي؟ بتساوي الانيشال اللي مقدارها 30 سم زائد هذا المقدار 004 تمام؟ اذا التغير في الطول كم مقداره؟ مقداره 004 سم طيب الطول النهائي كم مقداره صار؟ صار عندك انه الفاينل الفاينل كم مقدارها؟ 30 قبل الاشاء هون قبل البوينت هي البوينت بجمع قبل البوينت مع بعض وبعد البوينت مع بعض هون عندك 30 قبل وعندك صفر قبل مع 30 زائد صفر هي 30 بحط البوينت وبجمع اللي بعد اللي بعد شو مقداره؟ 0 0 4 9 5 إذا طولها النهائي كم مقداره؟ عبارة عن 30 سنتي وصفر صفر أربعة و 0.0495 من السنتيمتر تمام؟ يعني التمدد اللي صار عندي أقل من مقدار الواحد سنتيمتر تمام؟ طيب فإذا أجينا للتطبيقات اللي بتحكي عن التمدد الطولي تمام؟ هي عبارة عن الشريط الثنائي الفلز، شو يعني الشريط الثنائي الفلز؟ من اسمه هو عبارة عن شريط تمام؟ ثنائي الفلز مكون من فلزين، هي الأول وهي الثاني، الأول اللي فوق اللي هو الحديد، والثاني تحت اللي هو النحاس تمام؟ شو استخدامه هذا؟ استخدم في تنظيم الحرارة أو كمنظم للحرارة، أوكي؟ طيب، هسا قلنا احنا إنه معامل التمدد للنحاس أكبر من معامل التمدد للحديد. شو يعني هذا الحكي؟ يعني اذا اعطيت حراره نفس الحراره جبت مصدر حراري هون تمام وطلع لي حراره ثابته تمام؟ وهذا الحديد اخذها والنحاس اخذها تمام؟ النحاس راح يتمدد اكثر من الحديد، ليش النحاس راح يتمدد اكثر من الحديد؟ لانه معامل التمدد الحراري للنحاس اكبر من الحديد. طيب هسا النحاس راح يتمدد اكثر بما انه النحاس راح يتمدد اكثر شو راح يصير عندك راح يصير هو الماده اللي طولها اكبر والحديد راح يكون طوله اقل من طول النحاس بعد الحراره هسه قبل الحراره بالوضع الطبيعي اثنين إلهم نفس الطول بس بعد الحراره النحاس صار اطول من الحديد وبما انه صار اطول من الحديد معناته راح يتقوس هذا الشريط تمام راح يتقوس وراح يكون ظهر القوس اللي هي الماده الاطول اللي هو النحاس واضح طيب طيب في حال اعطيتهم درجه حراره اقل من الطبيعي تمام اعطيتهم درجه حراره اقل من الطبيعي شو راح يصير عندك راح يصير في عندي تقلص للفلزين صح اعطيتهم حراره عاليه صار في عندي تمدد للمادتين أعطيتهم درجة حرارة واطية شو رح يصير في عندي؟ تقلص للمادتين تمام؟ طيب لو أعطيتهم درجة حرارة عالية درجة حرارة عالية التمدد للنحاس رح يكون أكبر من التمدد للحديد شو يعني؟ يعني طول النحاس شريط النحاس رح يصير أطول من شريط الحديد عشان هيك التقوس صار في عندي وصار عندي ظهر هذا التقوس اللي هو عبارة عن النحاس طيب أعطيتهم درجة حرارة أقل رح يصير في عندي تقلص للمادتين يعني رح يقل طول المادتين بس مين اللي رح يقل أكثر؟ اللي رح يقل أكثر النحاس ليش؟ لأنه معامل التمدد تبعه شو ماله؟ أكبر وبما أنه قل طول النحاس كيف رح يصير شكله هذا الحكي؟ رح يصير في عندي شكله تقوس بس التقوس لوين؟ لبرا صح؟ هذا هو الحديد صح وجواته هون راح يكون في عندي شريط النحاس هذا هو النحاس وهذا اللون الاسود وهذا هو الحديد واضح؟ تمام؟ <applause> شو يعني هذا الحكي؟ يعني انه النحاس تقلص أكثر وقل طوله أكثر، صار طوله أقل من طول الحديد. واضح؟ طيب لأنه استخدامه كمنظم حرارة كيف بيتم استخدامه؟ مثلا في أوشر تطبيق له اللي هو موجود عندي خلينا نقول المكواه، تمام؟ فهاي المكواه شو اللي بصير عندك هون؟ تعرف انت لما تستخدمها اول شيء بتسويه بتحرك شو مقبض التحكم او الدائريه هاي اللي بتكون بالنص هون اللي لها صوت تك 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 تك, تك تمام فانت لما تحرك هاي المقبض شو اللي بيصير عندك بعايرها على درجه حراره معينه صح اذا وصلت لهي الدرجه شو بصير بالمكواه بتفصل صح خلص وصلت لعند درجه حراره معينه بتفصل بدي اياها توصل لدرجة حرارة أعلى شو بسوي؟ بحرك المقبض بدرجة أكبر فبالتالي بتشتغل أكثر وتوصل لدرجة حرارة أعلى طب كيف بصير هذا الحكي؟ بصير إنه في عندي هون شريط ثنائي الفلز نفس اللي فوق تمام؟ ومشبوكين على تيار كهربائي واحد منهم موجب وواحد منهم شو ماله؟ سالب هسا طول ما في عندي هون طول ما في عندي الشريطين كابسات على بعض معناته في عندي التيار شو ماله بمشي طب اذا فصل واحد منهم بعد عن الثاني راح يصير في عندك فراغ هذا الفراغ بمنع انتقال التيار بالتالي بتفصل المكوى زي ما حكينا قبل شوي تمام مية فلما نوصل عند درجة حرارة معينة اللي أنا حددتها قبل ما أبلش كوي تمام حددت انه مثلا توصل عند 50 سلسيوس لما حددت لما وصلت عند 50 سلسيوس شو راح يصير فيها راح تفصل ممتاز طيب كيف بتفصل النحاس راح يتمدد لما اخذ حراره عند 50 سلسيوس اتمدد فلما تمدد شو بصير فيه ببعد عن الشريط الاولاني اللي هو شريط الحديد فلما يبعد عنه راح يفصل هذا المكوى بس ببساطه وصلنا عند درجه حراره معينه هاي درجه الحراره سمحت انه للنحاس يبعد يفصل عن الحديد فبالتالي فصل التيار ووقفت عندي المكواه تمام طيب بدي حراره بدي حراره اعلى لهي المكواه شو بسوي بحرك المقبض صح فلما احركه شو راح يصير بالحديد أي مربوط هون على برغي الحديد لما احركه هذا البرغي راح ينزل لتحت فبالتالي شريط الحديد راح ينزل لتحت فبالتالي شو ما تمدد عندي النحاس ونزل لتحت راح يظل موصل هذا التيار تمام طيب لمتى راح يظل موصل التيار راح يظل عبين ما انت تفصل المكواه واضح تمام تمام فانا اذا بدي درجه حراره متوسطه راح اخلي المقبض يطلع لفوق فبالتالي عند اول ما يتقلص النحاس راح يفصل بس بدي اياه يعني عند اعلى درجه بشد هذا البرغي بحيث بخلي الحديد والنحاس متطابقات على بعض وبالتالي التيار راح يظل شغال والتسخين راح يظل مستمر واضح تمام هذا واحد من التطبيقات على الشريط ثنائي الفلز اذا الشريط الثنائي الفلز هو عباره عن شريط مكون من فلزين معاملات التمدد تبعهم بيختلفوا عن بعض ليش عشان واحد منهم يطول بشكل اكبر من الثاني او يتقلص بشكل اكثر من الثاني مين اللي بطول اكثر اللي له معامل تمدد اعلى مثلا النحاس معامل تمدد اعلى فبالتالي هو لما اعطيه حراره اكبر راح يتمدد بشكل اطول من التمدد اللي بيصير للحديد لانه معامل التمدد تبعه قليل واضح مفهومه تمام بهيك بنكون انهينا هذا الفيديو وان شاء الله المره الجاي او الفيديو الجاي راح ننهي الدرس الثالث وبعد هيك راح نحل أسئلة الوحدة اللي ما حليناها أثناء الحل، أسئلة الوحدة اللي فيها حل حليناها كل, كل سؤال عند الموضوع الخاص فيه تمام؟ أما الأسئلة اللي ما حليناها قبل هيك اللي هي أسئلة الدائرة الموجودة في مراجعة الوحدة راح نحلها فيديو خاص فيها بعد ما نكمل الدرس الثالث وننهي هاي الوحدة، تمام؟ بترككم وبدعي لكم إنه ربنا يوفقكم دائما ويرزقكم الخير وبذكركم انه مشوار ال ميل راح يبدا بخطوه اللي هي خطوتك بارك الله في خطاكم وبارك في مسعاكم والتوفيق والنجاح والتميز فالي وفالكم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.